الاهتمام بأنفسنا ضرورة لنقدم أفضل ما لدينا كأهل لأطفالنا ولنكون حاضرين معهم لا موجودين جسديا فحسب. هذه المقولة تدعو إلى التفكير في كمية ونوعية الوقت الذي نخصصه للعناية بأنفسنا كأهل. هل نمضي وقتا يوميا أو أسبوعيا في القيام بما يشحننا بالطاقة ويساعدنا في التخلص من التوتر كالقراءة أو ممارسة الرياضة أو الطبخ مثلا؟ إذا كانت الإجابة لا، فضروري إعادة ترتيب برنامجنا ليتضمن وقتا خاصا بنا، وإلا ستتحول والديتنا إلى ما يشبه سيارة تمشي، فيما إشارة إعادة تعبئة الوقود مضاءة، وهذا ينطوي على خطر التوقف في أي لحظة. قد تقول أم أو يشتكي أب: هناك ضغوط كثيرة علي يوميا ومسؤولية البيت والأولاد. هذا الضغط قد لا يخف أبدا، ولكن تعاملنا معه سيمنحنا بعض الطاقة، وينبغي لنا ألا نشعر بالذنب أبدا لأننا نخصص وقتا لأنفسنا. كيف ذلك؟ لنتذكر أولا ضرورة ترتيب الأولويات. هل وقت النوعي مع نفسي وعائلتي أهم أو ترتيب البيت أهم؟ هل يمكنني تأجيل شراء أغراض البيت إلى يوم أقل ضغطا هذا الأسبوع، أو ربما أطلب ما أحتاج عبر الهاتف مقابل ساعة أستمتع فيها بكوب قهوة مع أصدقاء مثلا؟ ثانيا، من المهم أن نتعلم قول كلمة لا للمهمات الجديدة التي ستفاقم الضغط على يومياتنا سواء في العمل أو العائلة. على العكس تماما، بدلا من قبول المزيد من الأعباء سيكون مفيدا جدا طلب المساعدة في تنفيذ برامجنا اليومية المزدحمة أصلا. ثالثا، لنتذكر أن أما وأبا سعيدان يهتمان بنفسيهما لا شك أفضل أداء وأكثر حضورا ذهنيا وعاطفيا مع أطفالهما من آباء وأمهات مستنزفين جسديا ونفسيا. شحن طاقاتنا بشكل دوري، ويفضل لو يكون يوميا، عبر الاهتمام بأنفسنا هو استثمار رابح في صحتنا النفسية والجسدية، وأيضا في علاقة أفضل مع أطفالنا الآن وفي المستقبل.